الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وظل واقفا لها حتى توارت. اللهم صل وسلم وبارك. يعني هذا الحديث نستخلص منه عدة أشياء. نعم. أولا، وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة بدون ما ندري إيش اللي فيها. هل هو اعتبر وقوفه لها تعظيم لغير الله؟ لا طبعا. طيب ليه الآن نحن نعتبر الوقوف للسلام الملكي تعظيم لغير الله؟ ليه نعتبر الوقوف للعلم تعظيم لغير الله؟ ليه اعتبر وقوف الأبوية الله يرحمه نار تعظيم لغير الله؟ ليه ليه؟ هذا حديث صحيح ومعناه صحيح، ليش الآن بعض الأشياء إلا قالوها بشر عادي؟